استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر سعادة السيد كي ثامو بوكمان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى المملكة، وذلك بمناسبة تسلمه مهام عمله الدبلوماسي في المملكة. وخلال اللقاء نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمتانة العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وما يشهد التعاون المشترك بين البلدين من نمو وتطور في سائر المجالات، مؤكدا سموه حرص مملكة البحرين على الارتقاء بالتنسيق الإيجابي والتعاون الثنائي البناء بما يخدم توجهات البلدين نحو التنمية والتطور وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للسفير الألماني أنه سيلقى كافة أشكال الدعم والإسناد من الأجهزة الحكومية بما يدعم عمله في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح مجالات جديدة للتعاون المشترك على كافة الأصعدة. وقد أعرب السفير الألماني الجديد لدى المملكة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما أبداه سموه من حرص لتعزيز التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ودعم سموه لكافة الجهود الهادفة إلى الارتقاء بأوجه التعاون الثنائي بين البلدين، مؤكدا اهتمام بلاده بالإسراع بوتيرة التعاون مع مملكة البحرين بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.